الحمد لله، السلام عليكم. الحفظ في السفر بإذن الله، الحفظ من الشر، الشر بأنواعه، يعني حوادث، لصوص، أي شيء بإذن الله، الماء، الحديد، الطريق، النار بإذن الله، الحفظ من كل الشر. والحفظ في الشارع، وأنت ذاهب في الشارع ممكن أن تذكر هذا الذكر، وأنت ذاهب إلى العمل ممكن أن تذكر هذا الذكر، وأنت مسافر تذكر هذا الذكر. يحفظ في السفر ويحفظ من جميع المشاكل، يحفظك من اللصوص والعين والسحر، يحفظك بإذن الله من كل شيء، ولكن تردده بدون عدد. اتفقنا؟ تبدأ تردده بدون عدد وأنت ذاهب إلى مكانك المحدد أو أنك مسافر. تبدأ تذكر بإذن الله: لا حول ولا قوة إلا بالله الحفيظ المحيط، لا حول ولا قوة إلا بالله الحفيظ المحيط، لا حول ولا قوة إلا بالله الحفيظ المحيط. تبدأ تذكرها بدون عدد، مسافر، خارج، ذاهب من العمل، راجع من العمل، في أي مكان وأنت يعني ذاهب أو راجع، يعني ذاهب أو راجع في أي مكان، يعني ذاهب إلى عمل، ذاهب إلى مكان قريب أو مكان بعيد، مسافر. تبدأ تردد هذا الذكر، ستحفظ من جميع الشر بإذن الله، وتكون محفوظا من عند الله سبحانه وتعالى، وتذكره بدون عدد، بدون عدد مطلوق، يعني تبدأ تذكره بدون عدد. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.